الشاشة أمامكم، فنبدأ بالفانكشن، أو عفوا نستمر في موضوع الفانكشن of combinational logic circuit بعد ما أخذنا الديكودر والمالتيبلكسر والديمالتيبلكسر والكمبراتر والإنكودر، وأيضا أخذنا الكود كونفرتر. فاليوم موضوعنا راح يكون حول دائرة أيضا مستخدمة بشكل واسع في مجال نقل الداتا، يعني بإرسال الداتا واستقبال الداتا، اللي هي دائرة قلت البارتي تشيكر جنريتر اند تشيكر. بارتي جنريتر مولده، تولد البارتي، وايضا تشيك، تسوي له تشيكينج للبارتي. او مره خلينا نعرف شنو هو البارتي. البارتي هو عدد الوحدات، عدد الوحدات بالمسج، تجي لي مسج فاني اشوف عدد الوحدات ايش قد بيها موجوده، فعلى اساس اقرر، او الدائره هي الدائره الرقميه تقرر اذا كان البارتي is odd or is even، اذا كان فردي او زوجي عدد الوحدات الموجوده بالمسج. تستخدم البارتي ك error detection method، ك error detection method that use an extra bit appended to a group of bits، يعني نخلي بيت زايد ينطيني معلومة عن البارتي الموجودة بهاي المسج، يتذيل بالجروب أو بالمسج بالبيت مسج، to force them to be either odd or even، حتى force يجبرهن إنه يكون المسج أما odd وأما even حسب النظام. إذا كان نظام يشتغل ك even parity فال total number of one is even، إذا كان odd parity فال total number of one is odd. مثال على ذلك، show the parity bit for the letter S with odd and even parity. خلينا نقول هذا letter S الوحدات مالته والصفاره هي 1 0 1 0 0 1 1. من اجي احسب الوحدات هنا بالمسج، بالمسج بعدني ما عابر للبارتي بيت. اذا كان النظام مشتغل اود بارتي، فاجي اشوف اشوف عدد الوحدات دائما يكون بالمسج كامله، هي طبعا والبارتي بيت دائما يكون فردي، دائما يكون عدد الوحدات فردي. فاذا كان الوحدات مثلا اللي موجوده بالمسج زوجي راح يضيف واحد اخر حتى يصير فردي. اما اذا كان نظام شغل ايفن بارتي فيضيف يذيل المسج مالته بحسب هذا المثال، باعتبار عندي عدد الوحدات هو ايفن، فايفن لا ما يغير بشيء، يخلي صفر البارتي بيت يخليها صفر، فيبقي دائما المسج تبقى تحمل عدد وحدات ايفن. فاحيانا البارتي بيت يكون انكلودد ويا المسج، واحيانا هو يكون يذيل، يعني دائما يعني ينحشر ينصفط ويا البتات مالت المسج ويندز. فدائما من يستلم يعني بالارسال راح يكون عندي الجنريتر، جنريتر اوف بارتي، دائما بالارسال يكون اما اود او ايفن، وبالاستقبال يكون يعرف انه هذا السيستم اللي ارسل له المسج هل هو بارتي اود او هل هو اود بارتي او هل هو ايفن بارتي. اذا استلم من سيستم اود بارتي سيستم فلازم يشيك عدد الوحدات هل هو اود، اوكي الرساله صحيحه. اذا كان لا مختلف عدد الوحدات فاكيد صار اكو فت خلل بالارسال، يعني تغير الواحد مكان الصفر او صفر مكان الواحد، فيعيد ارسال، يعني يقول له ايرور انه انا استلمت مسج مو صحيحه خاطئه، فذاك المرسل ايضا يعيد الارسال. فهو البارتي اذا هو نوع من انواع البروتوكول بالارسال والاستقبال، نوع من انواع البروتوكول يعني يستخدم لارسال المسج. اذا كان يعني البارتي بروتوكول مستخدم فليستلم انه يعرف انه النظام اللي ارسل له يعني يقرا انه مرسل له من نظام بارتي، يعني يقرا المسج بالبدايه يقول له يا با هذا النظام ارسل لك اياه هو even parity أو هو odd parity. فمن يستلم لازم يشيك، المستلم يشيك البارتي عن طريق السيركت اللي هي البارتي تشيكر، وشوف هل صحيح ماكو مشكلة أو إذا أكو مشكلة. ما أدري صوتي واضح طلاب؟ ما بي مشكلة؟ بني دكتور واضح.
النظام إذا كان بالإيفن بارتي، إذا كان يعمل بالإيفن بارتي، فهاي الدائرة هذا التروث تيبل اللي تشوفوه أمامكم هو دائرة، أو هو دائرة، نعم هي دائرة إيفن بارتي جنريتر. هسه احنا إذا نجي على الجنريتر، على الجنريتر يعني شلون أبني دائرة عبارة عن إيفن بارتي جنريتر. هنا مثال أمامكم، المثال أمامكم اللي دا تشوفوه عبارة عن 3 بيت مسج. هاي الدائرة اللي أريد أصممها ترسل لي مسج متكون من 3 بيت A و B و C. أنا أريد تشتغل هذا النظام عبارة عن إيفن بارتي، يعني جميع المسج اللي راح ترسل تكون بالإيفن بارتي كود. فأحتاج بترابع انه ينظم الدائره او يضبط الدائره على الايفن بارتي. فبما انه عندي انا المسج متكون من 3 بت، فاكيد عندي 8 احتمالات للمسج تجي اما 0 0 0 واما 0 0 1 الى اخره، مثل ما تشوفون. اذا كان 0 0 0 فهنا عدد الوحدات زوجي، ما موجود 0، فالبارتي بيت راح اخليه 0، راح يكون 0. البارت ويت اخليه صفر حتى يبقى عدد الوحدات زوجي. هنا بهاي المسج عدد الوحدات فردي، فاضيف واحد بالبارتي بيت، فيكون المسج متكونه من واحدين زوجي، باقي زوجي. اذا كان عدد الوحدات فردي اخليه واحد، اذا كان عدد الوحدات زوجي لا، اضيف صفر بالبارتي بيت، وهكذا. فانطيت كل الاحتماليات اللي موجوده عندي. اخر شيء كان عندي 3 وحدات، خليت واحده تصير 4. فاللي اشوفه هنا صار عندي تروث تيبل، ممكن اصمم دائره خاصه بالايفن بارتي جنريتر. انا دا اولد اريد اولد هذا البيت الرابع حتى انه اضبط الدائره على البارتي بيت، على الايفن بارتي بيت، انه تبقى ترسل دائما 4 بتات متكونه من يعني 4 بتات، مسجات متكونه من 4 بتات دائما الواحد مالتها بالبارتي فورم، دائما يكون الوحدات عدد زوجي. فالدائره بعد ما بنيتها باستخدام الكارنوف ماب او باستخدام المعادلات وبعدين بسطتوها، ماكو مشكله. الدائره راح تتكون عباره عن اكسكلوزيف اور ما بين الاي والبي، والاوت مالتين يكون اكسكلوزيف اور ويا السي حتى ينطيني البارتي بيت، حتى ينطيني البارتي بيت. طبعا هن المسج اللي هي الاي والبي والسي، اوكي انا اجزهن، راح اجزهن ارسلهن الى المستقبل وارسل وياهن الحقهن بالبارتي بيت. فارسل انا بالحقيقه 4 بتات، بس قبل لا ارسلهن طبعا بد انه اولد من عندهن، من خلال المسج اولد من عندهن البارتي بيت حتى ارسله وياهن، حتى يكون هو يعني كانه ناظم او مشيك، حتى المستلم يشيك عدد البتات اذا كانت ايفن او اود. طبعا هنا ايفن قلنا مثل ما قلنا ايفن بارتي جنريتر، هذا فقط خاص بالايفن بارتي جنريتر. اكيد المسج ممكن تتكون من 4 بيت، من 5 بيت، من 6 بيت الى اخره. الدائره الخاصه بالاولد بارتي جنريتر، يعني تروث تيبل مات نفس الشيء. هنا أنا عندي طبعا هاي الدائره متكونه من 3 بيت مسج اللي هي اي والبي والسي، وكل الاحتمالات موجوده. فالاوتبوت راح يكون حسب المسج، اذا كان عدد الوحدات زوجي يلحق بواحد حتى يضبطه على الفردي، يضبط دائما الوحدات على الفردي، إذا كان فردي يعيفه، إذا كان زوجي يخلي له واحد. فدائما المسج متكونة من odd parity 1. الدائرة أما ذيش القديمة أخلي لها انفرتر والحق وياهن البارتي بيت، وأما أخليها متكونة من اكسكلوزيف نور، يعني هذين يصيرن اكسكلوزيف نور بدون الانفرتر. فتتكون الدائرة أما من تو اكسكلوزيف اور وعلى اوتبوت مالتهن انفرتر، واما من اكسكلوزيف نور وبدون انفرتر. فهاي الدائره اللي لا تشوفوها اللي خاصه بالاود بارتي جنريتر. طبعا اكيد بالارسال راح ارسل انا الاي والبي والسي وايضا وياهن البارتي بت، فصار عندي 4 بتات دائما عدد الوحدات بهن بهاي الرساله بهذا الارسال يكون اود. عندي اي سي اللي هو 28742 280 can be used to generate
about it or to check. يعني هذا الاي سي ام يشتغل بالصوبه، يشتغل بارتي جنريتر ويشتغل ايضا بارتي تشيكر، فيشيك المسج اللي تجي له، يشيكها اذا كانت صحيحه او خاطئه، طبعا باعتماد على انه اذا كانت بارتي او اذا كانت ايفن او اود بارتي، وايضا يولد لي الرساله، او ايضا ممكن اضبط يعني الرساله الان من خلال الربط مالتي انه اخلي الجنريشن اما ايفن او اما اود بالنسبه للبارتي. فهنا دا شوفوا الاي سي متكون من A B C D E F G H I اللي هنا المسج بالتات، المسج اللي هنا 9 دا أشوف 9، وأيضا عندي بتين آخرين يولدهن، وهذا الآي سي اللي هو الإيفن وأود. فهذا الآي سي ممكن يشتغل قلنا كتشيكر، وممكن يشتغل كجنريتر اللي كان تيست كود with up to 9 بيت، ممكن إنه شيء كود متكون من 9 بيت اللي هي المسج المتكونة من 8 بيت. يعني من يستلم المسج متكونة من 8 بيت دائما، يعني عادة من 8 بيت، والبت الخاص بالبارتي، البت التاسع اللي خاص بالبارتي حتى شيكين. إذا يريد يشتغل كجنريتر يولد، فأدخل المسج عن طريق المدخل هذا الداتا أمبوت، ممكن يصل 9 يعني حتى يقرأ 9، وولد قلنا بتين. إذا كان الوحدات إيفن راح يكون هنا عندي الإيفن راح يشتغل واحد، راح يصير عندي هنا واحد، يطلع لي هنا واحد بالاوتبوت، اذروايز يطلع صفر، واذا كان اود راح يطلع هنا عندي الواحد والبقي يعني، اذروايز راح يطلع صفر، يعني اما هذا واحد واما يكون هنا عندي الواحد. فممكن انه استخدم يعني اولد من عند الايفن او اود بارتي من هذا الاي سي، او ممكن اشيك المسج اللي جايت لي حتى اعرفها كانت اذا كانت اود او اذا كانت ايفن، وعلى اساسها يقرر الاي سي او الدائره هاي اذا كانت المسج اللي وصلت لي صحيحه او خاطئه. ناس سؤال، ها طبعا تو جنريت ايفن بارتي، يعني هنا انت فكروا بها، يعني اذا كانت عندي المسج، اذا كانت المسج خلينا نقول 8، خلينا نقول هنا خليها صفر، ربطت على الجراوند هذا، خلي اتوقع انه عندي 8 بيت، واني اريد او اسوي دائره بارتي جنريتر تولد لي ايفن بارتي جنريتر. انا اريد اسوي دائره عباره عن ايفن بارتي جنريتر. فهنا الشغل مات الاساسي اللي انا شرحته، قلت اذا دخلت المسج متكونه من ايفن 1 من ايفن يعني ايفن بارتي، فهنا راح هذا يقرا واحد. فأنا حتى أرسل، حتى أسويها يعني جنريتر، حتى أرسلها للمستقبل، شرط الياب تفكروا وياي، أرسل الإيفن إذا أرد أسويها إيفن، أرسل الإيفن اللي هو واحد راح يصير واحد، إذا كان هاي إيفن راح هنا يطلع عندي واحد، لو أرسل الأود اللي هو بالعكس يشتغل. سؤال لكم طلاب، حتى يبقى البارتي إيفن جنريتر، حتى تبقى الدائرة تشتغل بالإيفن بارتي جنريتر. أعيد، الآيس اللي أمامكم يكون ممكن يشتغل كجنريتر كبارتي جنريتر، وممكن يشتغل كتشيكر يشيك المسج. إذا كانت المسج جايت لقلنا شغل مالته، هسه احنا حكينا عنه، قلنا إذا اجت المسج متكونة من ايفن بارتي، راح هنا يصير عندي يطلع واحد وهنا يطلع صفر، إذا كانت اود لا راح يطلع هنا الواحد وهنا يطلع صفر. فحتى أسويها هاي إذا كانت تشيكر، حتى اسويها جنريتر، حتى اخليها هي ترسل البارتي بيت، فاذا اريدها ايفن بارتي جنريتر، اذا كانت ايفن بارتي جنريتر الحق وياها يا بت يا بارتي بت الايفن لو الاود، اذا اريد اسويها ايفن بارتي جنريتر اود ايفن، اذا الايفن راح تنعكس العملية، يعني إذا طب هنا عندي إيفن يطلع هنا هم واحد، فأخلي الواحد واحد ويا الإيفن راح يصير عندي أود، راح تنعكس العملية. بس إذا خليت الأود وياها، إذا خليت وياها الأود لا راح تكون إيفن، يعني ألحق وياها الأود ويد حتى تصير إيفن،
يعني اشفط وياهن البت اللي هو الاود بت جنريتر، يتولد لي من خلال مسج متكونه من اود بيت، باعتبار اذا اجت اود هنا، اذا اجت اود هنا راح يطلع واحد، اذا اضيف الواحد اللي هنا للاود راح يصير شنو؟ راح يصير المسج فيها. اذا عندي اود واحدات اجت لي واجز وياهن واحد، ايش راح يصير الاود؟ ايش راح يصير؟ راح يصير ايفن، فكانه ولدت ايفن بارتي جنريتر. بالعكس اذا اريدها الدائره هذه الاي سي اريد يكون اي اود بارتي جنريتر، الحق وياهن يا بيت. اذا اريدها اود بارتي جنريتر الايفن باعتبار اذا اجت له اود هنا، اذا اجت له اود او اذا نعم اذا اجت له اود راح يطلع هنا صفر، وانا لحقه وياهن وباقي اود ما عندي مشكله. اذا اجى ايفن هنا راح يطلع واحد وراح يصير وياهن ويا واحد ويا الايفن راح يرجع اود، وبذاك الوقت سويت لي دائره عباره عن اود بارتي جنريتر. ف يعني يكون انه بالجنريتر انه اعرف يا حيابت كود اخليه يعني. وايضا فكروا مو هوم وورك لكم، فكروا بها، اذا اريد دائره من هذا الاي سي اللي هو اسمه 4280، دائره اريدها تشتغل على 16 بت مو على التسعه او على الثمانيه، اريدها من 16 بت، شلون اربط اثنين بحيث اسويهم كتشكر نفس تشكر وايضا جنريتر، ام اسويه كتشكر وهم ايضا اسويها كجنريتر، تجي لي المسج 16 بت متكونه واشيك من خلال الايفن والاود وين صاير، وايضا كود اريدها جنريتر. زين اذا سويتها ايفن شخلي شلون اربط الاود ايفن والاود مال كل وحده وهكذا، او اذا سويتها اود شلون اربط الايفن والاود مال كل وحده ويا المسج اللي اريد ارسلها، او اذا نعم هنا طلاب واضحه دائره البارتي جنريتر والشكر سواء كانت اود او ايفن. واضحه دكتور. نعم دكتور. نجي هنا عندي example. The waveform in figure below are applied to the 4-bit parity logic. أنا عندي 4-bit parity logic. هاي الدائرة اللي دا شوفوها تشيك البارتي إذا كان even وإذا كان odd. Determine the output. سؤال إليك. Determine the output waveform in proper relation to the input. أيضا نحسب الoutput. طبعا من يقول له proper relation يعني كود ترسم الانبوت كلتهم وتخلي الاوتبوت وياهن. يعني جايك بالسؤال يقول لك دائما احنا قلنا اذا شغلت عندي بلوك دايجرام تايمينج دايجرام اخلي الانبوت ارسمه وارسم وضربت له للاوتبوت، فارسم الاوتبوت. السؤال for how many bit times does even parity occur. كم مره يصير عندي even parity وشلون يصير عندي indication بالنسبه لهاي الدائره، هل هي تشتغل تشيك طلع واحد على الايفن لو على الاود؟ فشو تتوقعون راح يطلع عندي واحد بالايفن لو بالاود؟ بس اجي على اول خطوه الانترفال عندنا 0 0 0 0 على اول انترفال، هنا عندي الوحدات ايفن لو اود. اود عندي اود، عندي ثلاث وحدات، واحد اثنين ثلاثة. فبالأول شيء دا يجي هنا عندي صفر واحد، مختلفات راح يطلع واحد، وهنا مشابهات راح يطلع صفر، فيطلع عندي هنا الاوتبوت مختلفات صفر بواحد، فهنا راح يطلع عندي واحد. إذا بالاود دا يطلع واحد، بالايفن نقول ناخذين مثال آخر ايفن، مثل هنا هاي المنطقة هي ايفن عبارة عن واحدين وصفرين، فواحدين راح يطلع صفر وصفرين راح يطلع صفر، صفر وصفر راح اطلع صفر، اذا بالايفن اطلع صفر، بالاود لا يطلع عندي واحد. فهاي الدائره ممكن انه تشتغل يعني تشيك لي تعمل ك كايفن بارتي جنريتر، او عفوا اود بارتي جنريتر، اود بارتي جنريتر اذا لحقت، طبعا احنا قلنا عفوا ايفن بارتي جنريتر اذا لحقت هذا البيت ويا المسج. يعني هنا انا ما يجي لي اود تا يطلع واحد، فإذا لحقت وياهن هذا البيت فكأنه هاي الدائرة جدا تشتغل لي بالأود، يطلع واحد أخلي واحد ويا الأود شو يرجع يصير؟
ايفن. فايفن فهاي الدائره تشتغل كايفن بارتي جنريتر، لانه احنا قلنا الاكسكلوزيف. طبعا اذا راح تتوسع، اذا كان عندي اذا يعني 8 بت راح تكون عندي هنا 8، راح تصير بثلاث ستيجات، اول ليفل او عفوا اربع ليفلات، اول ليفل بي 8، ثاني ليفل بي 4، ثالث ليفل بي 2، ورابع ليفل بي 1. فهاي الدائره بالنسبه بالجيت ليفل، يعني بالجيت ليفل شلون تتكون الدائره، اللي هي تقريبا دائره اشبه بالكومبريتر، بال يعني الكواليتي كومبريتر. أنا ما راح أعطيكم محاضرة زايدة، اللي هي إحنا أساس اليوم نأخذ، كانت نيتي أعطيكم أيضا الفليب فلوب، الدائرة مع اللاج، دائرة اللاج والفليب فلوب، دائرة الخزن المؤقت للداتا، لأنه يعني حتى لا يصير عندكم امتحان هواي مادة، فقلنا إذا هيك خليها اليوم هاي المحاضرة الأخيرة، راح نأخذ بس هاي المحاضرة، بس نأخذ هذين التمارين ونحلهم مع بعض. The decimal, هذا الأول سؤال. The decimal to binary encoder shown doesn't have a zero input. This is because هاي عندي encoder متكون من gate level. فيقول بالانبوت ماكو صفر. احنا حكينا قلنا ليش بالانبوت ماكو صفر؟ لأنه zero is the input. When the zero is the input, all lines should be low. Zero is not important. Zero will produce illegal level, logic level. Another encoder is used for zero. شو تقولون؟ ال A باعتبار ال A هو zero ماكو داعي نخليه، لأنه أصلاً هي إذا all line should be، يعني إذا when zero is the input all line should be low. إذا خلينا zero لازم كل ذن lines، إذا خلينا واحد low كل ذن lines راح يكون صفر، وماكو داعي نخليه إنه أصلاً راح يكون صفر يتولد، يعني ممكن ندخله عن طريق آخر الزيرو، ممكن عن طريق انفيرتر مثلا وربطه ويا الباند ويا ذني. السؤال آخر: If the data select line of multiplexer are 1-1, the output will be low, high. D3 11 equal to D3. And the 74138 اللي هو الديكودر، اللي هو 8 الى 3 ديكودر، can also be used as encoder demultiplexer. شنو؟ demultiplexer. صحيح. 74280 هذا حكينا عنه استونا، can generate even or odd parity، ممكن انه يولد اما odd او اما even parity. It can also be used as parity tester. Parity tester. بالنسبة للمختبر احنا اخذنا بالنسبة لهذا الانكودر، عفوا ما اخذنا، فراح يعني المختبر الجاي راح القادم، يعني بعد الامتحان اقصد، راح نتناول بالانكودر، شلون نربط مع انكودر مع بعض حتى يولد لي من 8 الى 3، يولد لي 4 الى 16 الى 4. مالتيبلكسر اخذنا عنه بالمحاضرة السابقة بالمختبر. فلهنا محاضرتنا لهذا اليوم، ما راح ندخل لكم اللاش، دائرة اللاش ودائرة فليب فلوب. اكو واحد عنده سؤال طلاب؟ من يريد ندخل الدائره مالت اللاتش والفليب فلوب ممكن انه يشاركني يرفع ايده. لا دكتور احنا بدنا نقلل الماده. زين رفعوا ايديكم، اللي يريد خلي يرفع ايده، يدوس هاي رايز هاند، اللي ما يريد، اللي ما يريد خلي يرفع ايده. دعاء اللي ما يريد خلي يرفع ايده. على شنو؟ على اللي ما يريد. 1 2 بس 2 ما يردون، 3 4 5 لا هاي بس حسبالي سوره رحمة. اوكي ماشي، يعني ما ندخله. اذا محاضرتنا لحد هذه، لحد هذا اليوم، اللي هي دائرة البارتي تشيكر،
ما راح تكون أو تكون داخل دكتور البقية. قللنا بعد والله، هو يعني تقريبا بالسبع محاضرات.